السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنشرح كود تحويل المكالمات في خط سابق فون. أول خدمة معانا هي كود عدم الإجابة. لو أنا ما ردتش على حد بيتصل بيا في شبكة سابق فون، أقدر إن أنا أحول المكالمة لرقم تاني أنا بكتبه دلوقتي قدامي. الكود هو هنكتب نجمة 61 نجمة نجمة، بعد كده الرقم اللي انا هحول له المكالمه، تمام، بعد كده شباك. يبقى انا هكتب ده كود تحويل المكالمات في حاله عدم الاجابه في خط سابق فون. هكتب نجمه 61 نجمه نجمه الرقم شباك، كود تحويل المكالمات في حاله عدم الاجابه في خط سابق فون اليمن. لو انا ما ردتش على المكالمه بيتم تحويل المكالمه للرقم اللي انا بكتبه ده بعد اول غنى انا بغنى. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنوا فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.